10 محافظات بحالة طوارئ تكاد تبلغ المجاعة، هكذا صنف برنامج الأغذية العالمية الوضع في اليمن، مشيرا أن الحرب الدائرة في البلاد هي السبب وراء هذا التدهور المخيف. معونات غذائية يصعب وصولها ل13 مليون نسمة بحاجة للإغاثة، فالموانئ التي تسيطر عليها الميليشيا لا يمكن أبدا أن تكون محطة تنقل عبرها أي مساعدات، فإما أن تمنع بسبب قيود يفرضها التحالف أو تنهب بسبب جشع ميليشيا لا ترحم. هدن ومحادثات سلام جرت، تصدر محور المساعدات الإنسانية بنودها، فلا هي نجحت ولا مساعدات وصلت. إن التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية يشمل التزامهم بالقانون الإنساني الدولي الذي يضمن التنقل الآمن والغير مشروط للعاملين في الحقل الإنساني، وأنا أحث الأطراف على تسهيل عمل المنظمات والمشاريع الإنسانية لتوصيل المساعدات إلى كل أنحاء البلاد. بالرغم من أن الميليشيا ما زالت مستمرة في خروقاتها للهدنة ومصرة على فتح جبهات جديدة، إلا أن اليمنيون يعقدون آمالهم بأن تكون محادثات الكويت محطة لانفراج الأوضاع في البلاد وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدن والسماح بإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المتضررين.